Yeah. What it do, baby? صباح الفل عليكم كلكم. انا دلوقتي في day 2 في نيويورك وبجهز للشغل. طبعا الساعه 8:10 وانا المفروض ابقى هناك الساعه 8. مش هنتكلم عن الموضوع ده. شنطه الكاميرا شنطه الشغل، محتار ما بين شنطه الكاميرا وشنطه الشغل. النهارده هيبقى يوم ممل، هيبقى كله تريننج، فمش عارف اصور لكم حاجات كتير بره، بس هوبفلي اعرف ان انا اصور كام حاجه من اللي بيحصل جوه في المكتب، وتشوفوا المكتب من جوه شكله عامل ازاي. Talk to you in a bit. دخل دلوقتي المبنى اللي فيه الميتنج بتاع الشغل. Thank you. Good morning. ده المكتب الجديد اللي موجود في نيويورك. المكتب كله معمول open concept، الناس كلها بتشتغل في حاجات مفتوحة، مفيش حد بيقعد جوه مكاتب. تقعد هنا تشتغل، تخلص شغلك. It's open concept. No offices. And that's the view, baby. ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ الشركة بتاعتي مسفرة كل المحامين اللي في الاوفيسز المختلفة، وديهم نيويورك علشان يعملوا تريننج، وبيفرجونا على الكونسبت الجديد بتاع الاوفيس. زي ما انتم شفتوا كده، الاوفيس جديد تماما. اتس ا فيري ديفرنت كايند اوف موديل، اوبن كونسبت. لما بتفكر في المحامي تفتكر ان بيبقى كله جوه اوفيسز والدنيا مقفله، بس هنا مفيش اي حاجه من الكلام ده، كله اوبن كونسبت. الناس كلها بتشتغل جنب بعض، في سبيسز لو عايز تبقى بتتكلم بطريقه برايفت، فاهم؟ فرجونا على الاوفيس الجديد عشان عايزين يحولوا كل الاوفيسز لان هي تبقى كلها الكونسبت اللي هو المودرن ده. في كافيتيريا هنا، ممكن تاكل اي حاجه، تشرب اي حاجه، عندك الاوبشنز دي. طبعا ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ What is this? Here. Wow, this is yo. This sound is insane. Blocks it off. You can literally just hear yourself talking. What is this? When you're talking to your mother, you have some privacy. This is Jersey. New Jersey. Nice. Chelsea Piers is down there where those boats are and that green kind of fencing over there. Wow. This is the Javits Center, the top of the Javits Center. They do a lot of big events there. Car shows, Comic-Con. Oh, Comic-Con's there? It was there. It was a couple weeks ago. That's amazing. الحمام بقى يا معلم. عشان اكيد مش هتروح تقابل العميل وانت بقك كله بصل وتوميه، فتروح بقى تشوف الكلاينت، تغسل بقك بقى وتظبط نفسك وبتاع. شغل عالي يا جماعه. If you want to take a break from the office, you should probably really exercise outside and climb 8 sets of stairs. I think I'm about to faint. Almost there. Yeah. You just hop on a Peloton instead of going up the vessel. بس على فكره بقى، انا بقول لكم الكلام ده من قلبي، بغض النظر عن كل الهلومه اللي انتم شايفينها دي والفيوز وكل الكلام ده، مصر ام الدنيا يا معلم، والله العظيم مفيش ده. Time to go home, go to bed. عشان بكره يوم تاني طويل، more training. That's it for this video. I'll see you guys in my next video. BB Nation, remember it's one life always. A little right.